ماشي يبقى دعاين بدل تفتح راسه في سبيل الله. حد يحضره نيه تاني؟ مشكله تحصل في السبيل. ما دي عين بدل تفتح راسه في سبيل الله. هل في عين بدل فهو الليل بس وفي وظيفه ثانيه ولا هي كده بالليل وبالنهار؟ لا انت 24 ساعه على المداخل وهتعملوا شفتات، يعني اثنين يناموا واثنين يصحوا وهكذا. هتنظموا شفتات، المسؤولين بتوعكم هينظموا الشفتات، هيبقى معاهم الكتيبات الهدايا اللطيفة اللي هتتوزع، توزعت الكتيبات والمطويات؟ باشوان، وزع الكتيبات، عروس المجاميع، كم مجموعة كده؟ 10؟ إن شاء الله خير. شباب، اللجان دي تنسيقية، يعني معاكم شباب من الإخوان، معاكم شباب من المعتصمين، ماشي، معاكم شباب ما لهمش اتجاه، طبعًا أنتم أي حد يعتبر أخ لينا. ماشي؟ واللي داخل اخ لينا لو الاخ المزدحم رافض ان هو يتفتش هو داخل، انت اول واحد فتشه. ماشي؟ ولو الاخ اللي مش مزدحم عمل مشكله، انت اول واحد ما تتعصبش. وطبعا النساء لهم مدخل تاني خالص. ايه والله قول يا عم الحاج. ايوه مولانا ان المشاكل اذا حصل مشاكل لا قدر الله ما بتحصلش في اول اليوم، بتحصل في اخره. اذا حصل مع مولاك هناك ما جاتش والله انا ما شفتش حاجه اساسا. الشفتات تحت بالليل بس ولا النهار كمان 24 ساعة؟ 24 ساعة شيل. مش بعد مش عملوا لنا بروباجندا فانا يعني من باب المسك انا فاهم.